بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 بعد 100 الأولى من دروس الفقه المنهجي الشافعي اليومية. وصلنا فيه إلى كتاب إلى فصل الأضحية، والعنوان الذي وقفنا عنده بالأمس شروط الأضحية. أول شرط السن، سن الإبل أن تكون أتمت السادسة وطعنت الخامسة وطعنت في السادسة، أتمت الخامسة وطعنت في السادسة. وكلمة الإبل تطلق على الناقة وتطلق على الجمل. شرط البقر أن يكون قد طعن في السادسة، يعني النص، أتم الثانية وطعن في السادسة. شرط الضأن أن يكون قد طعن في الثانية. عند الحنفية قالوا يجوز أن يكون أقل من سنة، لكن بشرط أن تكون جزعة، يعني تكون هيك. قالوا إذا يعني وضعت بين من هو أكبر منها، من أتم السنة لا يعرفها إلا أصحاب الخبر. انتبهنا. طيب، على أي حال أن تكون قد أتمت الثانية. المشكلة عندنا الآن في الأضاحي، في مكة، هنا في كل مكان، موضوع الشروط يعني في لعب كثير، وبالتالي لعب المصاري. يعني مثلا بالبنك الإسلامي 750 ريال على ما أظن، على ما أذكر، أو أكثر أو أقل. فبيقولوا أخي أنا بجيب لك إياها ب 300 ريال، ليش تدفع 700؟ وبيلعب بالشروط، بيلعب بإيش؟ بالشروط. منها السن، موضوع السن، انه نحن اذا اردنا مثلا خاروق بدنا يكون تم السنه، هذا ما تم السنه، كيف هذا بده يكون؟ وبده يكون سالك كما سياتي سلامه من العيوب، يكون فيها عيوب. طيب، الشرط الثاني، لا خلينا نكمل، ولو لم يبلغ سنه عن ابي. اما شرط الضأن فهو ان يكون قد طعن في الثانيه أو أجدع، أي سقط مقدم أسنانه ولو لم يبلغ سنة. هذا اللي قلت لكم إياه، لكن عند الحنفية أن لا يعرف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتي الأضحية الجزع من الضأن. شو الجزع من الضأن؟ اللي ما أتمت سنة لكن سقط مقدم أسنانه، فهي تعتبر كبيرة يعني. الشرط الثاني السلامة، يعني السلامة من العيوب. ثم يشترط بالنسبة لهذه الأصناف الثلاثة، الإبل، البقر، الغنم، كلها أن تكون سالمة من العيوب التي بشأنها أن تسبب نقصانا في اللحم. الغالي الفقير يأكل وما يمرض. فلا تجزئ شاة عجفاء، وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها. نعيفة 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 نعيفة، يسموها العجفاء البين. ولا ذات عرج بين، كمان إذا عرجاء لا يصح أن تكون في الأضحية. أو ذات عور، عوراء رايع عين مثل عور الدجال. أو مرض. ولا مقطوعة بعض الأذن. طيب، لما رواه الترمذي، هل هيك الحديث؟ نحن عباد. طيب، بتقول لي بجوز الاذن ما بتاثر على اللحم؟ نحن بنقول ما بنعرف، بنعرف هيك قال النبي عليه الصلاه والسلام، نحن عباد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغون عن ربه. العلماء ورثه الانبياء، شو معنات ورثه الانبياء يا ابني؟ شو معنات ورثه الانبياء؟ يعني يجب عليهم ان يبلغوا العلم كما وجب على الانبياء ان يبلغوا العلم. لكن الأنبياء يبلغون ولا يقصرون، العلماء قد يأتي بعضهم فيقصر، يخاف، يعني يميل إلى الدنيا. فالعلماء ورثة الأنبياء في وجوب تبليغ العلم. في معنى آخر، العلماء ورثة الأنبياء في الاستماع لهم وفي توقيرهم، فيستمع لهم، جيب الكرسي الله يرضى عليه، وأيضا في توقيرهم. وبعض العلماء قال الأولى هي سبب في الثانية. لماذا نوقر العلماء؟ لأنهم يبلغون العلم كما يبلغه
الأنبياء. وضعت هي عرض يعني اجت هيك برانية. قال لما رواه السلامة، قال لما رواه الترمذي وصححه وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي. أربع أنواع من الأضاحي لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها. عم تعرج مكسورة رجلة وفيها مرض، فيها مشكلة، قد يكون له علاقة ب يعني العرج له علاقة بالأمور العصبية فيؤدي إلى أيضا إشكالات. والعجفاء التي لا تنقي، لا تنقي يعني لا مخ لها، وهي بيؤدي إلى الهزال، مأخوذة من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ. ويقاس على هذه العيوب الأربعة كل ما يشبهها في التسبب في الهزال وإنقاص اللحم. كل عيب يؤدي إلى إنقاص اللحم شو يا وسيم؟ لا يجزئ في الأضحية. بكرة بتكبر بتتجوز وبدك تساوي أضحية عنا، يكون الله وسع عليك وسكنت فيلا إن شاء الله، وين؟ مع التواضع عملت لنا الأرض كله هذا لطلاب العلم مشان ندرس فيه العلم. فشو بتعمل؟ بدك تضحي عنك وعن مرتك وعن أولادك، ست سبع أضاحي بيوم واحد تعمل عشيرة كلياته. فشو بتقول لهم؟ أنا مرة من المرات عند الشيخ محمد قريت هذا الدرس، كل مرض يؤدي إلى الهزال لا يجوز. كون جيبوا لي عم تنطنط، تعرج لا، هزيلة لا، عوراء لا، شو تمام؟ إن شاء الله تمام؟ هيك أنت بتختار. وبدها تكون إذا كان خاروق بده يكون قد أتم السنة ودخل في الثانية، إلا إذا سقط مقدم أسنانه اللي يسميها جزعة فيجوز. وإذا كانت نغبت، شو حفظت الدرس؟ نغبت شو شرطة؟ كم سنة؟ خمس سنوات ودخلت في، صحيح ست سنوات، أتمت الخامسة دخلت في السادسة بكفي. طيب البقر منيح، الستة على الجمل على الإبل ثلاثة، أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. الإبل عفوا الضأن الخروف أتم السنة ودخل في الثانية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.